سلام بنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم على خير؟ بخير ان شاء الله، تكونوا في احوال جيده وتكونوا بخير وعلى خير يا ربي ديما ان شاء الله. اليوم نهار جديد، موضوع جديد اللي جبت لكم واحد لك امدالي اليوم زوينه بزاف اللي تجربوها ان شاء الله طرق الاعجاب ديالكم، اللي هي غوجي كافاييس، اللي معروفه في الاسواق، معروفه عالميا، فيها دي جيل انتيم، فيها دي صابون، فيها دي ديودورون، دي سبراي، زوينين بزاف، غادي تجربوهم ان شاء الله وغيروقوا الاعجاب ديالكم. اليوم غنتكلموا عليها ان شاء الله، غنتكلموا على المحتوى ديالها. مرحبا بكم عندي في لاشين، ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس وما تنساوش لي جيم. لي جيم البنات، غوجي كافاييس اللي هي واحد فيها اربعه ديال لي كام زوينين بزاف البنات، لي لافون، لي ديودورون، لي سوا هيجين انتيم، نوغيتريزونس، راه هي زوينه زوينه البنات بزاف، تنعتبرها انا النيميرو 1، وهي ليكسبير ديال لا بو سونسيبل. اللي عنده بشرته حساسه البنات يستعمل هاد لاكام، يستعملها بعينيه مغمضين. في هادي ديودورون اللي ما فيهمش الاملاح والالومنيوم، يعني تديريهم وانتيا ما عندكش شي اضرار من موراهم. وهاد لاكام بنات هي زعما خبيره في مواد نظافه الجسم. زويني فيها انها ما تدير حاجه حتى تكون ميقنه منها، فيها مكونات ديالها طبيه ومشبعه بدهون طبيعيه، ومختبره ايضا من اطباء ديال الجلد اللي تكونوا مصادقين عليها، واطباء ديال الامراض ديال النساء. نقدم لكم هاد الصابون اللي زوين فيها بزاف بزاف، اللي تتكون البشره معرضه للتلف ديال الجسم ديالك ولاسباب متعدده، كاستعمال دي صابون زعما يقولوا بانهم الجوده ديالتهم ضعيفه، عكس هاد لا مارك. هاد لا مارك اللي هي تكون لنا واحد الطبقه اللي تتحمي لنا البشره ديالنا، تتحميها البنات من التلف، تتحميها وتتعطيها واحد الرطوبه، واحد الهيدغاتاسيون اللي زوينه بزاف. اللي انت من بعد حنايا النساء عزيز علينا ان يكون الجسم ديالنا رطب، تتعطي واحد الرطوبه رائعه البنات، تتحسي واحد النعومه في الجسم ديالك ما نقولش ليك. غوجي كافاييس اللي هي زوينه زوينه بزاف، تنصحكم انكم تستعملوها وما غتندموش عليها. نتمنى انكم تكتبوا لي في لي كومونتير كيف جاتكم هاد الصابون وتستعملوها وتجاوبوني، نتمنى انكم تستعملوها وتجاوبوني. ومرحبا بكم البنات، فيها اش نقول لكم، تستعملوا هاد لاكام بعينيكم مغمضين. هاد لو صابون ملي تديريه تحيد لك، تيكون لك واحد الطبقه اللي غادي تهنيك تهنيك البنات. ان شاء الله تكونوا عجبتكم، يا نتمنى البرودوي يكون عجبكم البنات واستفدتوا من هاد الفيديو ان شاء الله، ونكون خفيفة ظريفة على قلوبكم. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس. مرحبا بكم، السلام عليكم.